ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء طيار دكتور هشام حلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء بعد التحية، كيف ترى أهمية إحياء ذكرى يوم الشهيد، تلك الذكرى العطرة التي تحمل معاني الوفاء والتضحية؟ الحقيقة ذكرى استشهاد السيد أفريق أول مليون 1960 هي ذكرى يجب أن تظل في الذاكرة، مش بس للفريق أول عبد المنعم رياض، لكن لكل شهداء مصر، لأن الأمن القومي المصري الحقيقة في هذه الدولة اللي ضمن هذا الأمن واللي حققه باستمرار هو تضحيات الشهداء وتضحيات أسر الشهداء. فالتضحيات دي كانت الحقيقة يمكن من بعد 67 والاستنزاف و73 هي كانت الحقيقه اللي حققتها مصر. وايضا في حربنا على الارهاب واللي شفناها النهارده في النهضه التثقيفيه ايضا هي اللي حققت مصر، والشعب المصري من الشعوب اللي بتقبل التضحيات، ويعني الحقيقه مش بيضحي بس بحياته، ده بيضحي كمان بيمكن جهده ووقته وماله في سبيل ان انا يعني مشروعات التنميه اشوفها بتتقدم في سبيل الاجراءات الاقتصادية، طبيعه شعب، وان شاء الله دي نحافظ عليها باستمرار عشان نصون بلد. سيادة اللواء، الرئيس السيسي اكد ان مصر قادره دائما على مواجهه الصعاب طالما ابنائها على قلب رجل واحد، ما اهميه وحده صف الشعب المصري بكل اطيافه في مواجهه الصعاب من وجهه نظر سيادتك؟ هو طبعا يمكن السيد الرئيس في نهايه الكلمه ركز على نقطه مهمه جدا، وهدم الدول من الداخل، وهدم الدول من الداخل مستخدمة مكونات الشعب على اختلاف أطيافه، ودي النقطة اللي بتأكد ان احنا يبقى قلب رجل واحد فاهمين ايه اللي بيحصل. الوعي مهم جدا، وده اللي هيخلينا نتكتل على قلب رجل واحد بفهمنا لطبيعة التهديد وطبيعة الهدم من الداخل. ايه دي النقطة دايما يمكن بيركز عليها السيد الرئيس، واحنا بنركز عليها من الاعلام ايضا، المدارس، الجامعات، كل من يمتلك التجمعات، النقط دي مهمه، والالتفاف والاصطفاف مش هي غير بالوعي المستمر. لكن سيادة اللواء، مصر نجحت بالفعل وباصرار وعزم وشهاده الجميع في دحر الارهاب، كيف يمكن الابقاء على تلك الروح والعزيمه لمواجهه قوى الشر خاصه الخفيه منها التي تحاول بين الحين والاخر زعزعه استقرار هذا الوطن؟ طبعا حق محق، احنا طبعا احنا الحمد لله يعني انهينا على الارهاب بشكل الموهج، لكن المعركه لم تنتهي بعد والاقليم مشتعل، فما زال الخطر موجود، لكن احنا الوعي مهم جدا. انا شايف ان المواطن من المهم ان هو يبص للاحداث وهو بيتحرك في الشارع وفي اي مكان، عين امنيه لقى حاجه غريبه، حاجه بتثير انتباهه، حاجه مش طبيعيه، بلغ، لان ما زال في ناس في الداخل يعني فيه قليلين، لكن طبيعه البشر ان ممكن يبقى في اي تهديد منهم او ناس متطرفه، ودي نقطه مهمه جدا ان انا العين الامنيه والوعي المستمر، لان ما زال الخطر قائما موجود في الاقليم، واحنا شايفين الدول حواليها شكلها. جزيل الشكر لسيادة اللواء طيار دكتور هشام حلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، كنت معنا عبر الهاتف.